ليش كانت ليش حكومة العبادي ما كانت مدعومة من التيار الصدري؟ ندعم أي حكومة، ندعم أي حكومة عراقية في سبيل تمشية الأمور. إحنا ما نطلع بسلاحنا نسقط حكومة ولا نحاصر ولا نسوي أي شيء ثاني. سلاحنا اللي حكى عنه الأخ ما طلع إلا لحماية العراقيين. يا سيد الفاضل، يا سيد الفاضل، أستاذ رائد يقول لك إنه القانون يقول، الدستور يقول أي واحد عنده سلاح أو فصيل مسلح ما يشترك بالانتخابات. أنت جاوب على هاي النقطة. الفصيل المسلح اللي عندي تابع لهيئة الحشد الشعبي ويقاتل في سامراء وما عنده أي ارتباط حالي بالتيار الصدري. سرايا السلام انفصلت عن التيار الصدري. طيب بيار رسمي. طيب طيب سؤال، سؤال استاذ قاسم. استاذ لا 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 أجوز حتى ما أنساها، آسف آسف جدا أقاطعك، آسف. المقاطعة تولد سوء فهم. لا لا ما 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 أريد ما بس أريد تجاوبني على السؤال وكمل. لما قال سيد مقتدى أنه راح تتعرض النجف والمراقد الدينية إلى خطر قبل فترة، منين طلع السلاح انتشر بالشارع والسيارات والهذا؟ من هيئة، من هيئة الحشد الشعبي سرايا السلام لواء 313 314 315 اللي تابعات إلى هيئة الشعب الحشد الشعبي واللي تقودهن هيئة الحشد الشعبي واللي انفصلا تماما عن التيار الصدري بقرار من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر. حاليا لا يوجد أي فصيل مسلح تابع للتيار الصدري ويقوده السيد مقتدى الصدر بالوقت الحاضر، لا يوجد.